السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قلت غادي نجي لكم حتى انا بالوصفه ديالي ديال سلو اللي كندير انايا، اولا السفوف اولا الزميطه، يعني عندو بزاف ديال السميات، يعني كل منطقه كيفاش كتسميه. مهم انا ذكرت لكم الاسماء كامله، سلو زميطه والسفوف وبالشلحه كنقول لها زميط. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يا ربي قبل دخول سيدنا رمضان يرفع علينا ان شاء الله هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الشيء اللي حنا فيه. ماشي حاجه سهله علينا، انا الواحد ما كيشوفش الثاني وما كنمشيوش عند بعضياتنا وما كنتلاقاوش وما كان، يعني ماشي حاجه سهله. المهم عند لكم انا هذا هو الطحين، يعني كنحمرو فيه، ما كنديروش في الفران، كنديرو في هذه وكنصد عليه. هادي كندير فيها كلشي كيما كنظن شفت لكم في شي فيديو في قديم. كندير فيها الخبز، كندير فيها المسمن، كندير فيها البيله، كندير فيها كنسخن فيها الزرارع ولا كنحمر فيها الزرارع. المهم كلشي كنديرو في هادي، هي كتجيني ساهله على الفران بصراحه. وانا الزميطه ديالي كندير فيها ثلاثه ديال التخليطه تاع الطحين، كندير هذا هو ديال الشعير، كندير نص كيلو ديال الشعير، وكندير ديال الذره حتى هو تقريبا شي نص كيلو، وكندير كيلو ديال الطحين البيض اللي هو طحين عادي اللي هو معروف، انا كنجيبه من ليدل الطحين هذا. المهم هذا هو الطحين اللي كندير انايا، ودابا راه بدا كيتحمر، بديت كندير هذا الشيء. المهم خليكم معايا وحده بوحده ان شاء الله حتى نسالي سميتو سلو ديالي. يلاه السلام عليكم. ها هي عاوتاني دريعة الكتان كنحمرها، أنا كلشي كنحمرو في هذا فتسميتو هذا، الطحين ديالنا هو سالا، دوزت غير نغرب الوجه الحين دوك الحبيبات، وكنحمر هاد دريعة الكتان تا مخصوم تحمر مزيان، عاد نطحنهم إن شاء الله، وخليكم معايا. وهادي الكاوكاو تا هي يعني كنحمر فيها، حاولت نقشرها، المهم هاهي. واحد اخرى كنت شريتها مقشره مصايبه، وهذه ما كانتش مقشره، هي قشرت على راسي صايصه، ما كنبغيش نقلي في الزيت، يعني كنحاول نقص من داك الدهنيات وداك الشيء كامل، يعني كنحمرها احسن هنايا في هذا. وهذا الجنجلان حمرته ونص طحنته ونص خليته هو، وهذه زريعه الكتان حتى هو نص طحن ونص خليته باش يبان فيه شويه، يعني تتحمر مزيان صافي، يعني نص طحنته ونص خليته. اهلا وسهلا بكم مره اخرى، كندير حاجه بحاجه. حتى اللوز ما انا ما كنقليهش، حتى اللوز كنحمرو بحال هكا في هذه الماكينه هذه، يعني بغيت نحاول نقص من الزيوت ومن الحلويات وداك الشيء، باش يكون يعني شي حاجه. هو السفوف راه شي حاجه يعني مغذيه صحيه، ولكن الا حنا كلشي غنحمرو في الزيت، غنعمرو بالزيوتات، غنعمرو بالسكر، غنعمرو بهذا، ما كيبقاش يكسر صحي، يعني الواحد اللي يقدر يقليه اولا يحمره في الفران اولا هذا راه احسن الف مره من داك الزيت اللي كتقليو فيها، وراه كيتقلى مزيان زعما، ماشي كيتقلى كيتحمر ولا كيتشوط اولا. المهم بحال هكذا ديك الساعه غادي نطحنو. يلا خليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ عواشكم مبروكه، الله يرفع علينا هاد الشهر ديالنا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. السوق ديالي راني تقريبا 5 ايام وانا مشغوله فيه، اليوم عاد صافي كلشي ساليتو، كلشي طحنتو، كلشي درتو، ايوا اليوم غادي نخلطو، باش غادي نصور لكم كيفاش خلطتو، حتى داكشي اللي ملي كنحمر وكنديرو هذا كلشي راني صورتو. ايوا خليكم معنا، غادي نشارك معكم السوق ديالي. وصراحه راه اول مره كنعمل السفوف، لان ديما كيجيني من المغرب، كان شهر قبل ولا هذا كيصايبوا ليا، كيوجدوا كيصيفطوا ليا. ايوا للاسف هذا الشيء دابا اللي كاين بهذا المرض وهذا، يعني الطرق المقطوعين ما كاين اللي كيمشي ولا كيجي للمغرب. ايوا تعرف كاك المطار يركب الصعب، وانا ركبت الصعب كي كيقولوا. ونقلت من جميع البنات اللي عندهم القنوات وهذا، دخلت تما شفت كيف كيدار وهذا، وكاين الناس اللي عيطت عليهم شنو نحتاج وشنو ندير وشنو هذا. المهم هذا هو، خليكم معنا حتى
خليكم معايا، خليكم معنا. انا غير بوحدي اليوم. مهم نبدا نخلط ان شاء الله، ارجع لكم. كما قلت لكم ديك المرات الفيديو اللي كنت ديال الطحين، بعدا ملي كنت كنحرق الطحين درت الطحين ديال الذره والطحين ديال الشعير والطحين العادي. نص كيلو ديال الذره، نص كيلو ديال الشعير، وكيلو ونص ديال الطحين العادي، لان زدت شويه من بعد، يعني داكشي قليل وزدت شويه من بعد. مهم شي تقريبا 3 كيلو ونص ديال الطحين اللي كاين، ولكن الزرار راه كاين كثر وغربلتو. المهم هذا هو الزرار، راه كلهم طحنتهم ودرتهم هنايا، والمسكه الحره هي الفوقانيه، ها هي. دابا غادي ندير بسم الله نخلط هذا الشيء، هذا هو هادشي خصو باليو كبير، وانا دايره في هاد سميتو هذا القصعه تاع الماكله ديال كبيره اللي تقد. وكنخلط، غادي نخلط ان شاء الله سميتو بالسمن، ماشي السمن الحار، الزبده والعسل الحر. العسل الحر 100% ماشي، والزيت البلديه هادي خديتها من ليدل، ولكن راه من داكشي. وهادي كيقولها الكوزه، الكوزه مطحونه، غندير شويه. انا درت التليفون سقسيت شحال غندير، شي كيقول ديري معلقه، شي كيقول ديري نص معلقه، ما نعرف. المهم انا ندير غير شويه، شي قال لي ديري غير شويه راه كتنعس الكوزه، ما نعرف واش كتنعس نيشان ولا لا. المهم انا ندير غير واحد شويه ديال الكوزه، هو بركه. واحد معلقه صغيره زكريا، والقرفه نديرها ثاني واحد شويه. المهم هادشي خصو يدخل كلو مع بعضياتو، ديرك لاي لايك وزكريا، هادشي كيبان لكم الضو ولا لا، خاص تضو. حاولت باش نديرو بالنهار، ولكن بالنهار مكانش عندي الوقت نهائيا. خص كلشي هدا سميتو المقادير مع الطحين تخلطو مزيان، عاد ديك الساعة انا ما غنديرش فيها لا سكر ولا زيت الروميه، ندير الزيت البلديه والعسل والاخر والزبده، شويه ديال القرفه هكذا، بركه صافي. ما نديرش بزاف، تخرج فيها الريحه ديال القرفه غير شويه وخلاص. شوفي كما راه مدا قدامنا، مكنعرفوش. وبالنسبة للحوايج كيما شفتو كلشي درتهم بداك الفرارين الصغيور، أنا حتى حاجة مقليتها في الزيت، من غير داك اللوز اللي غندير من الفوق للزواق، هاديك واخا هاديك غادي نقلي شوية في الزيت على حساب الزواق، أما باش تجي شوية بعدا صحية واحد 70%، من غير الطحين طحير عمرو مكيكون صحي. المهم غادي نسبق الزبدة ديالي نديرها. انا عمري ما درت السفره، اول مره كنديرو، راه شفت من عند البنات القنوات ديال البنات، وخديت من ماني سقسيت الناس اللي فايتين اللي كيديروا لي هما عارفين فيه مزيان. نحل هاد القرعه هذه باش تحل لي، ما عرفتش علاش ناويه جوج باي تحلات. الزيت كان هنايا يطرو ديال الزيت، ولكن ما غاديش نديرو كامل، غندير غير نص ديالو. انا عيني ميزاني، ولكن المهم غادي نشوف. كنظن نص يطرو راه تخلط عليه هاد الشيء. انا زعما قلت راه عندي كسعه كبيره، هاد الشيء راه والو. العسل تاعو نكبو دابا، واللي عندها شي ملاحظات خليها في التعليق، مرحبا بالملاحظات كاملين سواء ايجابيه او سلبيه. وانا اول مره كندير السفوف، ديما مولفه كنجيبو من المغرب،
ملي كيبقى داك شهر رمضان وهذا كندير الضومام كنعيط عليهم كيوجدوه ليا وكيجيني من المغرب. وهاد العام هذا ما عندنا ما نديروه، نشمروا على كتافنا ونديروه في راسنا. خصو يتخلط مزيان، دابا يمكن ندير حتى العسل كنظن باش نخلط مره واحده. العشوب اللي درت فيها ولا كي كيقولوا الاقوام، الاقوام درت فيها زريعه الكتان، درت فيها الجنجلة، درت فيها إيلان، درت فيها حبة الحلاوة، ودرت فيها اللي كتبع بعدا حبة الحلاوة هي كبيرة شوية. أنا السمية درا ما كنعرفهمش مزيان، كي كيقول لها ماشي حبة الحلاوة، الأخرى اللي ديك الغليظة شوية حتى هي درتها. لا جنجلة، حبة الحلاوة، إيلان، زريعة الكتان، حبة الحلاوة، النافع حتى هو درتو. أيه النافع، هذاك هو النافع، هو اللي كيشبه حبة الحلاوة، هو كبير شي شوية، وحتى تقريبا المذاق مذاق واحد. ودرت الكاوكاو، درت تقريبا 700 غرام ديال الكاوكاو، درت اللوز حتى هو تقريبا كيلو. المهم راه الفيديو اللي كنت سجلت قبل ديال ملي كنت كنصايب سميتو كان باين شحال درت ديال غير وقيله باقا شحال درت هنايا. ودابا راني يلاه العسل معاك كان شويه قصح ليا، دابا غادي نديرو. درت العسل الحر، ما بغيتش ندير داك، ما بغيتش ندير السكر ولا ندير هذا ولا، لان انا كناكل منه بزاف في رمضان، خصو يكون داك الشيء بعدا على الاقل من غير الطحين خصو يكون شويه صحي. هو العسل هذا العسل الحر، ما كنجيبوش من سوبر مارشي ولا سميتو، كنجيبو واحد الحبك بلاد التاولة. هاد التاولة فيها كيبيعو داكشي غير بالسيرتيفيكات بال، يعني كيكون 100% صحي ماشي. خصني الكور في المونيك ساعة بجوج يدين، اجي يد واحد يد واحد راه باكي. نضاف الكوك جبت هذاك سميتو الكبيره من عند امي اللي خدمها، وهذاك اللي غادي نجيب من عندها. انا كنت زعما ديك الساعه غادي تقد وتكفي. المهم نبقى غادي معاه بحال هكا حتى تخلط كامله. المهم خليكم معنا حتى نسالي كلشي، غادي نوريكم داك سميتو النهائي ديال الشكل النهائي ديال الصفوف كيفاش غادي يكون داير. وقتو وخلطتو درتو، المهم انا هو الصفوف. انا كنقول يمكن جا شويه باقي ما دايش بزاف، اختي قالت لا هو هذا مزيان، هي فايته دايره ودايره، انا لا، انا اول مره كنديره. وعطوني شحال على 10 جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ما نعرف. المهم المذاق ديالو راه فيه من داكشي، والاهم من هادشي كلشي يعني راه الصفوف صحي 100%. فيه زيت البلديه، فيه الزبده اللي هي نيشان، فيه العسل الحر نيشان ماشي ديال المغشوش ولا هذا، فيه الطحين ديال الشعير، فيه الطحين ديال سميتو كي كيقولوا لهم ديال الذره، وفيه الطحين الفارينه. ايوا هذا هو من غير الزرع اللي شفتوهم في التصاور كاع سميتو في الفيديو من اللي بدا من الاول. هذا هو سميتو النهائي ديالها ديال الصوف ديالنا. المهم ها هو كيف جا، ها كيفاش زوقته. المهم يلا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ابوني، ما تنساوش ديروا جيم، واللي عندها شي تعليق كيف ما كان يعني كيما بغات تكون التعليق، سواء زوين سواء خايب سواء ما نعرف، اللي عندها شي ملاحظه على السلو كيفاش درت الاولى هذا غادي غتقولي كيفاش ما درتيش زوين ولا ناقصه هادي ولا خاص هادي. المهم كلشي مرحبا، اي تعليق مرحبا بها. وهذا هو، ونقول لكم رمضان مبارك، دخلينا ان شاء الله بالصحه والسلامه، والله يرفع علينا هذا الوباء. هذا هو، والسلام عليكم.